يعني انتوا صنعتم من نفسكم جيل ذهبي، قدرتوا ان انتوا تصنعوا من نفسكم جيل ذهبي للكره الطايره داخل نادي الزمالك. فكره ان انت زي ما قلت بدات الموسم او بداتوا الموسم بظروف صعبه وبتعثرات، وكان الوضع مش افضل حاجه اطلاقا، نفس سيناريو الموسم اللي فات. انا عايز اعرف انتوا بتعملوا ايه، يعني انتوا بتحوشوا طاقتكم بقى وبتحوشوا الجهد والاداء الرائع ده لجولات الحسم، يعني بتاجلوا كده اللي هو تبداوا هاديين وتقعدوا تحوشوا طاقه لحد الاخر، ولا بتعملوا ايه في الاخر؟ لا خالص والله، بس هو الموضوع كله في الاخر اراده، وان بجد لعيبه رجاله اثبتنا ان احنا الحمد لله. احنا كان معانا محترفين، الناس قالت عشان هم جابوا 2 محترفين في الاخر في اخر السيزون، وان انا رجعت من بلغاريا، فعشان كده احنا كسبنا، وده كان سبب السنه دي بجد. احنا حتى المحترف اللي معانا هو جاي متاخر اصلا وما لحقش يندمج مع الفرقه، وكان كل اللي موجودين في الملعب محليين في الدوري وفي الكاس. الحمد لله ان احنا قدرنا نعمل كده، بس هي اراده في الاول وفي الاخر عشان نادينا، عشان اسامينا، عشان كل حاجه. وبجد احنا كان كل اللي شاغل بالنا ان احنا ازاي نقدر نكسب البطولتين دول في وقت النادي بيعدي فيه وقت صعب جدا. فالحمد لله قدرنا ان احنا نعمل كده، واتكاتفنا كلنا مع بعض. وبجد لاول مره في حياتي اعيش الاحساس ده جوه نادي الزمالك، ولا ان كل واحد من الجهاز الفني او من اللعيبه بجد هم مش بيتكلموا غير عن المكسب، وان هم عايزين يكسبوا البطولتين دول. ازاي طلعتوا من الاجواء يمكن السلبيه اللي مريتوا بيها في اول الموسم، ونفس الكلام برضو الموسم اللي فات، ازاي قدرتوا تتخطوا ده؟ يعني فكره انه دايما في فرق كبيره جدا وبيكونوا ابطال وعندهم شخصيه البطل وكل حاجه، بس اوقات كتير الظروف الصعبه والتعثرات والمشاكل اللي بتكون محيطه بالفريق والاجواء السلبيه بتاثر على اي حد، بتاثر على اي لاعب مهما كان ممكن يكون عنده قوه، لكن انتوا ما حصلش معاكم ده، وانتوا قدرتوا تتخطوا ده مش مره، لا مرتين ورا بعض، فده ان دل على شيء فيدل انه اول مره دي ما جاتش بالحظ، انه الفوز في اول مره ما جاش بالحظ، والفوز في البطوله لو حتى بالحظ فمش هيبقى في البطوله اللي بعدها، فانتوا قدرتوا تثبتوا ده، عملتوها ازاي؟ يعني ما بينكم وما بين نفسكم ايه اللي خلاكم توصلوا للنقطه دي، وايه الكلام اللي كنتوا بتقولوه لبعض، او كان الشغل معاكم كان بيبقى شغل فردي يعني كل واحد عنده النيه ان هو يوصل ده، ولا كان شغل جماعي ما بينك وما بين بقيه اللعيبه كباتن الفريق، انتوا ككباتن الفريق بتتكلموا مع اللعيبه الاصغر، قول لي كواليس ان انتوا قدرتوا تتخطوا المرحله الصعبه دي. هو اولا كونك انت لعيب بتلعب في نادي جماهيري، نادي كبير قوي، دي لوحدها مسؤوليه، بعيدا بقى عن اي حاجه خالص، بعيدا عن ان انت مثلا لعيب بتلعب ايا كان اللي عملته في حياتك، كون انت لعيب بتلعب في نادي جماهيري كبير وفي ملايين بتتفرج عليك وفي ملايين بجد بيتعلقوا في ان انت تاخد بطوله، دي حاجه الناس كل يعني احنا كلعيبه بنبقى عاملين لها اعتبار كبير جدا. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا خلاص انت رضيت ان انت تبقى موجود في نادي في مكان كبير جدا زي نادي الزمالك، فانت ما عندكش حل غير ان انت ما تستسلمش، ان انت لازم ايا كان الموقف اللي انت هتعدي بيه، ايا كان الظروف اللي انت هتعدي بيها، لازم هتطلع منها باي شكل، علشان مش هينفع ان انت بقيمه التيشيرت اللي انتوا لابسينه واسم المكان اللي بتلعبوا اكيد طبعا. ويمكن انا في نادي الزمالك عديت بظروف كتير قوي صعبه، او مواقف كتير عدت عليا صعبه في نادي الزمالك، بس دايما عمرها ما كانت حاجه بتوقفني عن ان انا العب، ان انا اموت نفسي، ان انا اجيب بطوله للنادي او ايا كان. ده ما حصلش. لكن بالنسبه للفرقه طبعا احنا زي ما قلت لك ان احنا في الاول كانت الامور في النادي ما كانتش مستقره في حاجات كتير، وكانت الظروف صعبه قوي على الناس كلها. طبعا انا حابب اشكر كابتن احمد عاشور والجهاز الفني طبعا كله، ان هو كان ليه دور كبير جدا في ده. ليه دور كبير ان هو بيصاحب اللعيبه، وان هو يقرب منهم قوي ويتكلم معاهم بلغتهم وبعقليتهم، وان هو يقدر يبقى حاسس برضه في نفس الوقت بالمشاكل اللي اللعيبه حاساها، عشان ما ينفعش ان انا بقى كلاعب مثلا شايف ان انا في موقف صعب عندي وانا مش مرتاح وهو في نفس الوقت بيضغط عليا، فمش عارف اديله حاجه. كابتن احمد عاشور راجل بجد بجد عارف ان هو يعني يلم الفرقه ويحتوي كل اللعيبه ويقرب منها بكل حب وكل احترام، وفي نفس الوقت ما ضغطش اي حد من اللعيبه خالص، بالعكس هو كان راجل واقعي جدا جدا، وبيتكلم كل الكلام اللي موجود على ارض الواقع، ما كانش بيبالغ في حاجه. وهو كان شايف ان احنا لا، احنا ليه ما نعملش حاجه، احنا عندنا ظروف ممكن تكون مأخرانا شويه او بعدك عن المنافس، بس في نفس الوقت لا، انتوا اسامي كبيره، انتوا بتلعبوا في نادي كبير، انتوا في وراكم ملايين، وان احنا نقدر بشويه تركيز وبشويه هدوء ان احنا نحقق بطوله طبعا،
وما نسيبش بقى الامور يعني انها ان احنا نخسر كل حاجه يعني. عمل معاكم دور مهم، كان دوره المعنوي، عايز تقول ان دوره المعنوي كان بحجم وبقيمه دوره الفني معاكم في الفريق؟ جدا. كان بيشتغل معاكم معنويا او نفسيا؟ جدا 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 بصراحه يعني. في كل حاجه، في حتى في التمرين، في يعني مثلا يمكن الفتره اللي فاتت دي احنا كان في اوقات كتير جدا بنتمرن نلعب كوره، بنروح نلعب كوره بس ونمشي. يعني هو كان بجد لازم عشان نقدر نعدي المرحله النفسيه اللي احنا كنا، لان احنا كنا خاسرين الاهلي 5 ماتشات، هما كانوا في الدور التمهيدي وما كانش ليهم اي، كان في ماتش بس ماتش السوبر هو اللي كان ليه نتيجه مؤثره، ولكن برضه انت خسران ماتش ديربي ماتش قمه، برضه انت خسران 5 ماتشات. ف كان بيحاول يريحكم في النص يعني، كنتوا بتروحوا تلعبوا ماتشات وكده، بيحاول يطلعكم الاجواء السلبيه. ايوه طبعا، فنروح برضه بيبقى برضه بتبقى راحه، بس ما بتبقاش راحه سلبيه، بتبقى راحه ايجابيه ان احنا نجري برضه ونلعب وكده. بس فهو قريب من لعيبه كتير قوي في الفرقه، لان هو كابتن عاشور اصلا من زمان في نادي الزمالك، من زمان جدا يعني. انا مثلا عندي 15 سنه كنت بتصعد مع الدرجه الاولى، كنت بتمرن معاه، فانا عارفه من زمان. وهو بجد شخصيه يعني راجل هادي جدا ومؤمن جدا بكل حاجه، وبياخد بكل الاسباب فعلا، ما بيسيبش حاجه للظروف خالص. بجد هو ساعدنا كتير قوي، هو الجهاز الفني اللي معاه ده، غير ان اللعيبه طبعا في لعيبه السنه دي بجد عملوا موسم استثنائي. يمكن انا لو انا شايف دوري السنه دي، انا شايف ان انا دوري ده اقل واحد في الفرقه بجد بجد بجد، لان في ناس بجد عملوا حاجات كويسه جدا جدا جدا. ويمكن مثلا المركز اللي احنا عندنا بيبقى فيه محترفين، اللي هو مركز الرباعات اللي بيبقى فيه احمد يوسف ولعبه، اللي هم عملوا موسم السنه دي استثنائي بجد. الموسم ده يتحسب لهم يعني، انا لو اكتب الموسم ده باسم حد يبقى باسم احمد يوسف ولعبه، لان هم بجد ما ينفعش في المركز ده بالاخص، ما ينفعش تلعبي باتنين لعيبه بس ثابتين طول الموسم. عشان كده انت اهديت لاحمد يوسف الدرع في الاول. أيوة طبعًا. خالص. ايوه طبعا. هم برضو احمد يوسف السنه دي عامل موسم استثنائي ولعبه طبعا، فالموضوع كان صعب يعني. انت متخيله بتلعبي سيزون كامل بكل ظروفه بكل ماتشاته بكل اصاباته بتاعت لعيبه بس؟ انا عرفت دلوقتي وانت بتتكلم كده، عرفت ايه السر في نجاحكم تاني موسم على التوالي. إيه؟ السر في اللي انت قلته دلوقتي ده، فكره ان انت بتقول انا لو هتكلم عن نفسي فانا مش هنسب الفضل لنفسي، انا لا خالص بنسب الفضل لبقيه زمايلي. وبتتكلم عن احمد يوسف وعن لعبه ان هم ادوا اداء جيد الموسم ده واداء ممتاز الموسم ده. فكره الروح الحلوه اللي انت بتتكلم عليها دي، فكره انه انا مش شايف ان انا بطل الفريق او ان انا نجم الفريق، وان انا شايف ان زمايلي حققوا انجازات لازم ان هي تتذكر ولازم ان هي تحترم، هو ده اللي احنا محتاجينه. لو ده موجود في كل الفرق وعند كل اللعيبه، افتكر ان هو ده السر في النجاح والسر في البطولات يعني. أكيد. الروح الحلوه اللي انت بتتكلم عنها دي، اللي ما بين اللعيبه ما بين بعضها، هي دي اللي بتفرق بشكل كبير جدا. اكيد. لان في ناس، حتى في ناس مش بتشارك في اللعب كتير برضو، بيبقى ليهم ادوار تانية ايجابيه جدا يعني، في كلامهم مع زمايلهم في الفريق، مع ان هو مثلا ما بيحاولش ان هو يصدر مشكله لزميله، او يبقى واقف متضايق ان هو ما بيشاركش كتير مثلا او كده، لا بالعكس، ان هو موجود في الملعب بيساعده. عشان كده برضو لو انت اخدت بالك، انجي في اوقات في الماتشات، احنا الاهلي بقى فرق عندنا 5 6 بونت، وده اعتقد شبه مستحيل طبعا. انت بتلعب فريق كبير جدا، وكون ان فريق زي النادي الاهلي متقدم عليك ب5 أو 6 نقط وانت بتجيبيهم وبتكسبي الشوط، ده شبه مستحيل. ده مش هيحصل غير لو بجد الناس كلها حابه الخير لبعض، وكله بيشجع كله، وكله بيساعد بعض. ده ما كانش ممكن يحصل. يمكن ماتش الكاس الثالث، الشوط الثالث احنا كنا خسرين 24-21، الاهلي فاضل له نقطه ويكسب الشوط، الحمد لله قدرنا نجيبهم ونكسب. لا بجد احنا عندنا بمواقف يعني، لو حد فعلا اعصابه مش حديد في الملعب، والله بجد ممكن يقع من طوله ويحصل له حاجه. ده حقيقي. بس انتوا ابطال، انت صوتك رايح خالص. لا انا صح. انت صوتك رايح خالص من من الفرحه من يوم الماتش. طبعا. بس طيب اشرب ينسون. طيب شكرا.